حقتنا اليوم فيها بطاطس مقلي، مكعبات بطاطس. لكم الخيار، تبونها تكون مسلوقة أو تبون تقلونها طبعا بالزيت أو تبون تقلونها بالقلاية الهوائية. أنا اخترت الوسط، ما بيها مسلوقة ماصلة ولا بيها بالزيت تكون ثقيلة ودسمة، فاخترت أني أقليها بالقلاية الهوائية. حطتها لي شوي توهي، يبي لها شوي بخليها تكمل وبعدين نرجع نكمل الوصفة. تركت البطاطس اللي يخلص على راحته وجيت هنا نسوي خلطة الصوص حقتنا. حطيت زبدة بعد ما ذابت، بضيف لها تقريبا عندي ملعقتين دقيق، طبعا الكميات على حسب اللي انتم تبي تسوون. خلطها مع بعض لحد ما تتجانس. مثل ما تشوفون تشربت الدقيق، تشرب الزبدة، وحاطة عندي هنا الحليب يغلي. الأداة هذه ممتازة يا بنات، ممتازة، بعلمكم عنها عقب. بضيف حليب حار، بضيفه بالتدريج لين اوصل للقوام اللي ابي، بضيف وحرك. شلون يا بنات استمرت اني اضيف الحليب بالتدريج، الحين بضيف بس نتفه لاني ابي اخف شوي وخلاص، لين يصبح كذا قوامه كريمي، وبعدين ابدا بالخطوه اللي بعدها واستمر بالتحريك. وبضيف الان علبه جبن شيدر، بحركها لحد ما تذوب وبعدين عاد نكمل. بدا الشيدر يذوب يتلاشى، بضيف الان نفس الكميه، بضيفها موزاريلا، احطها واحرك الدنيا كلها مع بعض. ذابت الأجبان كلها مع بعض مع الصوص الأبيض، بضيف الآن نتفة خردل، ما راح أكثر، نتفة بس، وبضيف ملح أورجيانو، والإضافة الأخيرة اللي هي مكعبات البطاطس. مثل ما قلت لكم تبونه مسلوق تبونه مقلي بالزيت، بس طبعا أصح بالقلاية الهوائية، يكفي المصايب اللي هنا. وبعدها وزعيها بالقوالب اللي تحبين، تبين قوالب سيليكون، تبين قزاز، تبين فخار، براحتك اللي تحبين. وعلى الوجه رشي شوي بقسماط، وممكن تخلطون معه شوي بهارات إيطالية، بيعطيها نكهة جدا جميلة. وعلى الفرن خلوها من تحت، خلوها أبو 10 دقائق، وبعدين من فوق أساس تعطيها اللون الذهب.